خلينا بقى نروح قبل ما اطلع فاصل، نروح لدكتور وحيد سعودي خبير الارصاد والاحوال الجويه. دكتور وحيد مساء الفل. انا مسافر محمد بيزي صح فندم. النهارده كان دكتور اشرف تدرس مطلع تصريح وهو رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه، بيقول ان الاحد غدا سيكون ذروه الخريف لعام 2018 وليس بدايته. انا بصراحه مندهش بالخبر، مش احنا اتعلمنا ان 21 سبتمبر ده بدايه فصل الخريف؟ هو ممكن يكون 22 يا فندم 22 22 هل ممكن يبقى ذروته يعني زي ما بيقول دكتور اشرف؟ لا لا، هو بس يمكن بيتكلم من ناحيه الليل والنهار حضرتك. يعني هو يمكن اشرحها لي يعني ايه من حيث الليل والنهار؟ يعني هيبقى النهار قد الليل مثلا بكره، بعد كده هيبتدي بقى النهار الساعات بتاعته تتضاءل، يعني هيبقى ساعات الليل اكتر من ساعات النهار، يعني زي فصل الشتاء حضرتك. نعم نعم نعم، عدد ساعات الليل بتبقى اكتر من فصل الصيف طبعا. طبعا حضرتك الخريف، يعني انا اكلمك من ناحيه الارصاد الجويه. من ناحيه الارصاد الجويه هو طبعا بيعتبر اجمل فصل خلال السنه تقريبا مقارنه بباقي فصول السنه. طبعا ولكن بتشهد البلاد في احيانا حالات من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه مفاجئه. نعم. بيبقى في تكاثر للسحب وفرص لسقوط الامطار، احيانا بتصل لحد السيول خاصة على بعض المحافظات زي محافظات شمال وجنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، محافظات الصعيد. فطبعا هنا حضرتك احنا بنناشد كل السادة المحافظين لهذه المحافظات اتخاذ كافة التدابير، لكن هو عموما فصل جميل جدا، درجات الحرارة فيه معتدلة والليل أكثر اعتدالا، وأحيانا الجو فيه بيميل للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل. يعني التغير المناخي لن نراه خلال الفترة القادمة ولا برضو هنراه؟ لا حضرتك، لمدة أسبوع إن شاء الله على الأقل في استقرار في الأحوال الجوية، مفيش فرص لسقوط الأمطار، ويمكن بس يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله أمطار خفيفة جدا على بعض من محافظات الوجه البحري وعلى محافظات سيناء. أما باقي المحافظات مفيش أي فرصة لسقوط الأمطار على النقيض، في اعتدال في درجات الحرارة، في هدوء في سرعة الرياح، ده بالتالي ليه مردود إيجابي على حركة الملاحة البحرية وعلى حركة السفر على كل الطرق. بشكرك دكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد على هذه المداخلة، وهنطلع فاصل.